انا حنا في الليل البارح كشغل ربي عطانا الرحمه كشغل تحكنا اول ما انا صمت البارح كاع النهار ديجا كنت صايمه قبل بصح البارح صمت زعما كليت وجمعنا مقصرين بصح ما رقدتش الليل زعما بت على صلاه نصلي قلت يا ربي رد لي بنتي سلمى غالمه وما نتمناش حتى واحد هذا الغبينه. هي قالت لك جابوا لي عيني مغمضين وفي لوطو قالت لك بصح حسيت بلي تمشينا طريق طويله قالت لك قاسوني في بلاصه خاويه قالت لك ديك البلاصه قاعد نشوف ما لقيت حتى واحد قالت لقيت غير واحد فايت باللوطو قالت لك حبستها قلت لها عمي قالها نوصلك وصلها عند المرشد حطها قالت لك وصلها عند المرشد لقات واحد مع مرته رايحين قعدت تبكي قعدوا يقول لي هذه اللي داوها جاب قبضها قال لها ما تعرفي تا نيميرو ولا قالت لها نعرف نيميرو خالتي هي قبضوا طاكسي عيطت خالتها هي قالوا لنا نحطوها لكم في دار البيضاء خالتها قلت لها مشي هي دائما يقولوا لنا تسمعناها تبكي كي سمعناها تبكي رحنا لقيناها هي ديناها للحكومه والحمد لله. وانا بنتي لقاوها في مرشد مقيوسه وقدبوها في طاكسي جابوها حتى هنا اللي فاعل الخير الحمد لله عيطوا لهم وجابوها لنا حتى هنا وديتها عند رجال الشرطه والحمد لله يا ربي لقيت بنتي صحيحه يا ربي الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي. قالوا لنا شي راه حطوها في المرشد وام المرشد جاء انسان فاعل خير جابها هنا للدار البيضاء والدار البيضاء ديناها للسونترال والشرطه راه دير في التحقيقات تاعها وك زعما الحمد لله يا ربي الكوميسير تاع السونترال لوفيسي الامن الحضاري وكاع كتفوا كيما يقول لك التحقيقات بزاف بزاف